اهلا بيكم يا جماعه، انا جرجس عماد، وما بيقولوا ان انا فاشن بلوجر بس انا مش مقتنع بالموضوع ده. المهم النهارده الحلقه هتبقى حلقه اسمها حلقه الانترفيو، اللي هو انت لو جوزك او خطيبك او حد من اخواتك الولاد عنده انترفيو، هنقول له النهارده يلبس ايه وما يلبسش ايه، لان اكتر حاجه بتحصل دلوقتي هو الانطباعات اهم بقت من السي في اللي بيروح للمدير. رقم واحد، ما نلبسش بدل، بلاش بدل، الناس مش بتبقى جايه مش مستنياك تيجي وانت فورمال قوي كده. فاحنا النهارده هنعرفك ازاي تلبس حاجه بسيطه جدا عند كل، انا جايب لكم تو اوتفيتس هم عند كل الناس، فانت هتلاقيهم في البيت عندك انا باكد لك يعني. وطبعا اللي انا بقوله ده اكسكلودد خالص، يعني برا البنوك او الحاجات اللي لازم تبقى اصلا في شغلك لابس فيها بدله. ولو اضطرينا نلبس بدله عشان احنا رايحين نعمل انترفيو البنك او لشركه هنشتغل فيها لابسين بدل، فيا جماعه البدله مش بيتلبس لها بنطلون ضيق، بنطلون السكيني الكاروت فيت اللي بنجيبه من بولامبير واتش اند ام ده ما بيتلبسش على بدله حتى لو قماش. فاحنا لو اضطرينا نلبس بدله ما نلبسش كده يا جماعه، نلبس بنطلون ستريت فيت عادي، نلبس جزمه بدله جلد، ما نلبسش جزمه شموع عليها اصلا مش شبه، ونلبس شراب اللي بيبقى طالع من اول الجزمه لغايه فوق عادي، زي ما الناس زمان كانت بتلبس البدله التراديشنال المعروفه اللي هي الشيك اللي بتخليك تبقى سيمبل قوي. نلبس ايه واحنا رايحين؟ فانا دلوقتي جبت لكم تو اوتفيتس هم سهلين جدا، هم عباره عن بنطلون جبردين اسود وهنغير من فوق عليه حاجتين، هم دول هيبقوا عند اي حد فسهلين جدا هم يتلبسوا، ومن تحت على الجزمه هنغير جزمتين. اول اوتفيت مثلا هو ده الاوتفيت ده يا جماعه، اي جاس هو سهل قوي، هو عباره عن بلوفر اسود راوند ممكن يجيبه من اي حته، بنطلون جبردين اسود برضو عادي موجود في اي حته، الجزمه دي شايفينها هي دي تمام. برضو هي هتختلف من شركه لشركه عشان ما يبقاش جرجس قال فاحنا رحنا فترفضنا عشان اللبس اللي احنا لابسينه، لا ما ينفعش خالص. لو رايح شركه ريل استيت ممكن تلبس حاجه زي دي، لو رايح حاجه مختلفه عن ريل استيت حاجه اهم شويه، لان انا بعتبر ريل استيت برضو الناس في شركات بتلبس حاجات في شركات بتلبس كاجوال عادي، وفي ناس اصلا بتروح بتيشيرتات وبتاع وعادي فاهم تفرش، بس انت بالنسبه لهم لو رحت كده انت شيك تمام. تاني اوتفيت ممكن نلبسه هو احنا هنغير بس في الجزمه والحاجه اللي من فوق، فتاني اوتفيت هيبقى ده تاني اوتفيت ممكن نلبسه. احنا غيرنا بدل البلوفر الراوند البلاك لبسنا قميص عادي جدا ممكن يبقى فيه الحاجات دي، ممكن يبقى ساده، بلاش الوان يا جماعه، تروحش لابس قميص بينك وقميص ازرق فاتح وقميص احمر وقميص اورنج وقميص اصفر في انترفيو، لا خليك دايما في الالوان اللي هي مثلا ابيض اسود جراي بكل الوانه، وخليك دايما سيمبل، خليكوا فاكرين ان دايما الغمقان والبساطه هم دول الشياكه، هم دول اللي بيخلوا المدير او صاحب شركه يرتاح لك وانت داخل، فانت اوريدي خدت بوينتس قبل ما يبدا ويشوف السي في والكلام اللي ما بقوش بياخدوا بيه اصلا. فاحنا غيرنا القميص بدل البلوفر وهنلبس على ده، مش هينفع نلبس عليه الجزمه اللي فاتت، هنلبس عليه الجزمه دي، واي جاس الجزمه دي مفيش اكتر منها في اعلانات الفيسبوك، اكتر حاجه بنقعد نقلب كده سكرول في الفيسبوك او في اي حته بنلاقيها، الجزمه دي موجوده في كل حته ورخيصه جدا. فده تاني اوتفيت ممكن البسه، طبعا انتوا براحتكم ممكن تغيروا حاجات تانية مش لازم بالظبط اللي انا بقوله، بس دول اكتر حاجتين او تو اوتفيتس ممكن يبقوا موجودين في البيت عندنا، يعني بيتهيألي هم موجودين عند الناس كلها، هم حاجه سيمبل قوي وفي الاخر هي شيك قوي بصراحه ده بالنسبه لي بس. فده ده ده دي الحلقه بتاعت النهارده اللي هي بتاعت الانترفيو، وخليكم فاكرين ان دايما سمبليسيتي از جولد يا جماعه، حاولوا تبقوا كده رايقين وهاديين، مش لازم حاجات وحوارات، هتبقوا شياكه جدا والناس هترتاح لكم وهتتقبلوا باذن الله.